يجري في واشنطن التصويت في مجلس النواب الأمريكي على إرسال إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب لمجلس الشيوخ. مجلس النواب يصادق أيضا على فريق الادعاء في قضية عزل ترامب. هذه صور مباشرة نتابعها معا من داخل أروقة مجلس النواب، وعملية التصويت لا تزال مستمرة كما نتابع في الشاشة. يعني من صوت من الديمقراطيين بلغ عدد الأصوات حتى الآن 206 أصوات صوتوا بنعم، وصلت إلى 7 الآن. هناك امتناع من عضو واحد من الديمقراطيين، أما بالنسبة للجمهوريون فهناك امتناع من كافة من يصوتون حتى الآن. إذن نقف على تطورات هذه العملية مع مراسلة الحرة وفاء جباعي يعني الوصول إلى القرار من قبل مجلس النواب الأمريكي. عملية التصويت كما تابعنا هي مستمرة وفاء، يعني إلى أين سنصل؟ ما هي توقعات؟ نعم، في الحقيقة كما ذكرت عملية التصويت وإن كان انتهى الوقت المخصص لها فهي متواصلة. هناك الكثير من النواب على الجانبين الديمقراطي والجمهوري الذين لم يدلوا حتى الآن بأصواتهم، ولكن بحسب النتيجة الأولية اقتربنا من الرقم الذي يحتاجه القرار حتى يتم تبنيه في المجلس، وهو 218 صوتا. ويعني طبعا نحن سنصل في نهاية المطاف إلى إقرار مجلس النواب هذا القرار الذي يتضمن طبعا المصادقة على فريق الادعاء النيابي، والذي طبعا ستكون مهمته تقديم قضية عزل الرئيس ولائحتي الاتهام إلى مجلس الشيوخ في المحاكمة التي ستنطلق رسميا الثلاثاء المقبل بحسب ما أعلن زعيم الأغلبية. دعيني أنوه، أنا آسف للمقاطعة، وصلنا الآن إلى 219 صوت من الذين قالوا نعم، 221 صوت، هناك 20 صوت حتى الآن لم يصوتوا. نعم. من الجمهوريين والديمقراطيين، بتحديدا 11 نائبا لم يصوت حتى الآن من الديمقراطيين، وأيضا من الجمهوريين 9. يعني كما نتابع في الشاشة هذا البث المباشر أو هذه الصورة المباشرة من داخل أروقة الكونغرس، يبدو أن يعني أن مجلس النواب أو نانسي بيلوسي رئيسة المجلس نجحت في يعني الحصول على التصويت اللازم لإرسال إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب لمجلس الشيوخ. إذن ما هي الخطوة الثانية أو التالية وفاء؟ نعم، أشير فقط إلى أن إلى جانب فريق الإدعاء أيضا القرار يتضمن تمويل المحاكمة وأيضا إحالة لائحتي الاتهام إلى مجلس الشيوخ. بعد هذا التصويت ستقوم نانسي بيلوزي وفي يعني احتفالية رمزية بتوقيع هاتين اللائحتين قبل أن يقوم فريق الإدعاء بمواكبة الملفين شخصيا إلى مجلس الشيوخ. سيقوم باجتياز الممر الذي يفصل مجلسي الكونغرس، مجلس نواب ومجلس الشيوخ. بعد ذلك وكما قال ميتش ماكونيل، مجلس الشيوخ سيتخذ إجراءات إفساحا بالمجال أمام بدء المحاكمة رسميا الثلاثاء المقبل. هذه الإجراءات تتضمن أولا يعني الاستماع أو قبول لائحتي الاتهام، الاستماع إلى لائحتي الاتهام من فريق الادعاء، سيقومون بقراءة هاتين يعني التهمتين، وايضا سيتم قسم او يعني اداء قسم اليمين امام رئيس اللجنه او رئيس المحكمه العليا جون روبرتس الذي سيتولى رئاسه المحاكمه. طبعا الاعضاء 100 من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ سيدلون او يعني يحلفون القسم بانهم سيقومون بدور المحلفين بشكل نزيه وبعيد عن الحزبية. أيضا يعني سيكون هناك إعلان للقواعد التي ستحدد الأطر العامة للمحاكمة. وأشير إلى الجدل الذي لا يزال قائم حتى الآن بين الديمقراطيين والجمهوريين، وهو بطبيعة الحال حول جزئية استدعاء شهود في المحاكمة. الديمقراطيون يطالبون بالاستماع
إلى شهادة شهود، بينما يعني ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية حتى الآن لا يزال يتمسك بقراره بأنه لا يريد في المرحلة الأولى على الأقل من المحاكمة أن يستدعي شهود، ويقول إن مجلس النواب كان عليه أن يعني يجمع كل الأدلة وليس من يعني ليس من مهمة مجلس الشيوخ أن يعني يجمع هذه الأدلة ويستمع إلى الشهود. نعم. هل من تواريخ متوقعة يمكن أن تصدر اليوم لبدء هذه المساءلة؟ نعم، في الحقيقة بحسب المعلومات الأولية هناك الكثير من التقارير، ولكن حتى الآن لم يصلنا الأمر بشكل رسمي. الخميس سيقوم النواب المكلفون فريق الادعاء بتلاوة الاتهامات أمام مجلس الشيوخ. أيضا سيقوم جون روبرتس ب يعني أداء اليمين الدستورية هو، وأيضا الفريق الكامل من أعضاء مجلس الشيوخ الذين كما ذكرت سيلعبون دور المحلف في هذه المحاكمة. وبعد ذلك سيعلن ميتش ماكونيل عن إجراءات إضافية تتعلق بقواعد المحاكمة على أن تبدأ رسميا. هو كان قال الثلاثاء أنه يتوقع أن تبدأ رسميا بعد عطلة نهاية الأسبوع وتحديدا يوم الثلاثاء.